يعني الدرجات الناريه كل شويه لما تيجي تقول طبيعي هيجي يقول لك ايه ده، ليه بنت بتلعب؟ احنا كان معانا قبل كده رشا سامي العدل، وهي برضو طبعا من كابتن معروف جدا وهي حتى اتكلمت عن التحديات، والناس كانت في الاول ضدها، وبالعكس كان والدها الله يرحمه بيشجعها. فبرضو لازم اعرف منك الستوري او الباك جراوند، انت مين يعني، مين شجعك واشمعنى برضو يا راغده الرياضه دي تحديدا؟ هو انا من اول تقريبا ما يعني وانا صغيره جدا كان عندي شغف وحب للموتوسيكلات، كنت بحلم ان انا اسوق موتوسيكل، كنت ما بقول لحد علمني، كنت صغيره يعني بنت صغيره، كان دايما طيب ماشي حاضر ياخدني على قد عقلي وكده، ما كانش فيه فكره وما كانش فيه وعي ان ممكن بنت تتعلم الموتوسيكلات او كده. وكان النماذج النسائيه عندنا اللي بتسوق موتوسيكلات نادره، كابتن رشا نادره ومش واخده حقها في السوشيال ميديا او في الاعلام بشكل عام. اتحديت نفسي واتعلمت لوحدي، يمكن في بعض من صحابي الولاد علموني شويه اساسيات، بس طلعت كده. قلت لاهلي طبعا في الاول كانوا الاول رافضين الموضوع، او اللي هم برضو واخديني على قالوا لك اركبي طب عجله نبدا بقى. كنت بركب عجل، بدات الاول بسكوتر، سكوتر خفيف، بدات من 6 سنين، وكان فعلا نظره المجتمع مختلفه، البنت ازاي راكبه سكوتر، كانت البصه مختلفه خالص. مع الوقت ابتدى الناس تشوف بنات كتير راكبه سكوتر والوضع بقى عادي. دلوقتي لما بقيت اركب بقى الموتوسيكلات اللي زي الهارلي الريس او الحاجات دي، برضو لسه نظره المجتمع مختلفه، ايه ده دي حاجه غريبه، تحس ان انا كائن فضائي كده نازل من السماء. انت متخيله كميه الشباب الصبيان بصفه خاصه اللي محبطين لان اهاليهم رافضين تماما فكره ان هم يسوقوا موتوسيكلات من منطلق ان هي خطر، انت منك للارض على طول لا سمح الله ممكن يحصل اي حاجه، فكويس ان هي ظبطت معاكي يعني. يعني انا اهلي بصراحه من الداعمين الاوليين ليا، اول دعم خدته من اهلي. الاول كانوا رافضين، بس اول ما جبت الموتوسيكل لا كانوا بيشجعوني، ودايما بيقولوا لي حافظي على نفسك، البسي السيفتي بتاعك، الخوذه، البسي الجلافز، ما تعمليش حركات خطر، ما تمشيش بسرعه، دايما بيوعوا. وطبعا الجمهور الكبير بقى الناس اللي محبطه دي اكتر ناس بتشجع، لانها نفسها تبقى كده، نفسها تسوق، ده حلم يعني. حلو جدا.